ستيفاني ويليامز اسم لم يغب عن المشهد اللي بي حتى حضر من جديد. اليوم تعود المرأة التي لعبت دوراً مهماً في رسم خارطة الطريق الليبية بصفة مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بعد أن كانت مبعوثة بالإنابة وتركت بصمتها خلال الحرب والانقسام السياسي. عودة الأخيرة تتزامن مع ارتفاع حماوة المعركة الانتخابية الرئاسية في ليبيا مع اقتراب موعدها. فبعد أخذ ورد بشأن قانونية ترشح خليفة حفتر إلى الانتخابات الرئاسية، رفضت محكمة استئناف طرابلس حكم الطعن ضده. عودة حفتر الرسمية للسباق تأتي بعد إعادة كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي إلى قائمة المرشحين إثر رفض طعنين بحق الدبيبة وقرار محكمة في سبها بأحقية سيف الإسلام بالترشح للرئاسة. هل القرارات القضائية بعودة حفتر والدبيبة وسيف الإسلام القذافي إلى المعركة الانتخابية تتوافق مع القانون؟ كيف تبدو المعركة اليوم وسط زحمة المرشحين مع عودة أغلب المستبعدين؟ والأهم، هل حظوظ إجراء الانتخابات في موعدها مرتفعة أيضا؟ أهلا بكم في لايف، معكم المبروك صغير. مباشرة نرحب من ضيوفي الحاضرين حتى هذه اللحظة، الأستاذة فاطمة غندور الكاتبة والباحثة من طرابلس مباشرة، وأيضا الأستاذة بريكة بالتمر محامية ومتابعة للشأن العام من بنغازي، سينضم إلينا من المفترض بعد قليل الأستاذ علي بن جابر صحفي من بنغازي. مع حضرتك أبدأ أستاذة فاطمة غندور، هل عودة ستيفاني ويليامز يقدم الكثير للعملية الانتخابية، أي بمعنى ينقذ هذه الخارطة المرسومة ونذهب إلى انتخابات 24 من ديسمبر في أجواء أكثر هدوء مما نتابعه هذه الأيام؟ أهلا بك وشكرا على الاستضافة. أنا أراها الطبخة الدولية أو فلنقل الإرادة الدولية التي تعمل الآن، تترك ما يحصل محليا من كل هذه المناكفات والمناوشات والتحديات اللي ذهبت إلى الطعون والشغل القضائي، كل هذا المحك الذي نحن فيه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تحديدا. الآن هي هذه الإرادة الدولية تلعب دورا بأن تذهب وتحضر ستيفاني إلى موقع يراد أن يقال أن ستيفاني مثلا كلما تحضر يعني يشار إلى أن هناك حلحلة أو هناك نتيجة ما يراد الوصول إليها دوليا. يعني دعوات مجلس الأمن ظلت تؤكد على الانتخابات، الاتحاد الأوروبي ذهب إلى ضرورة الانتخابات للانتقال من 10 سنوات، ظلت مفوضة وانتقالية ومؤقتة، يعني يريدون أن تذهب ليبيا إلى حد ما إلى وضعية مستقرة يتحرك فيها حتى العمل الاقتصادي اللي له علاقة بالتحرك الدولي الاقتصادي، مفاعيل ما بعد كورونا ومفاعيل أيضا هذه الجغرافيا التي تتأسس بهيئة جديدة بمعطيات جديدة بدخول لاعبين جدد هم أيضا لهم أدوار، أقصد بين قوسين الدور الإقليمي والدولي في المسألة الليبية. أيضا تبدو أمريكا كخط توجهي رئيس فيما ستؤول له ليبيا، موقفها يذهب أيضا إلى ضرورة عقد الانتخابات. سنشهد ما دمنا ما زلنا على مدى تقريبا أقل من أسبوعين لموعد 24 ديسمبر، ما زلنا في هذا المحك وهذا المخاض. الآن يؤتى بستيفاني ويليامز، غدا هناك جلسة لمجلس النواب تتعلق بإجراءات الانتخابية، وهناك من يطرح أن يتم مساءلة السيد عماد السايح. يعني احنا الان على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي هناك مخاض يغلي ما زلنا فيما يتعلق بالصعيد المحلي استاذه فاطمه، ولكن هناك نقطه مهمه اليوم، عوده ستيفاني ويليامز واستقاله كوبش كانت مرسومه من البدايه برايك ام لا، خاصه وانه منذ ان حضر كوبش الى رئاسه البعثه الامميه في ليبيا وروج على انه هو فاشل بعض الشيء فيما يتعلق بالملف الليبي وأداؤه ضعيف نوعا ما في التحرك بين الأطراف الليبية، ليس كما سابقته هي ويليامز التي هي من رسمت خارطة الطريق.
هو كان شغل سيد غسان سلامة، لأن أعلن عن بنود كثيرة مسبقاً وتحدث عن مسارات، هو قاد هذه المسارات إلا إلى خطوة معينة هو قدم استقالته، وأنا أعتبرها اعتبارات دولية أكثر منها رغبته هو بالاستقالة. الإحضار ستيفاني وربطها بأن هي يعني تربط وتحل بالمعنى اللهجة المحلية اللي احنا نقولوها، هذا يعني إعطاء فهم كبير وأكثر من اللازم. هناك إرادة دولية، كيف تصنع هذه الإرادة الدولية؟ هناك زعامة عالمية هي أمريكا، هذه كيف يمكن أن تتم هذه الطبخة؟ كيف يمكن أن تسير؟ يبدو أولاً أن هناك كما هو يعني المناخ الليبي، صعب إنكار أنه سيذهب للانتخابات بشكل راضي مرضي. لا، عندنا صراع ظل مسلح، عندنا أطراف مؤخراً جلست على طاولة التسويات والتفاوض، قبلت بعضها وحتى وهي خاضت حروب سابقة، ذهب هذا المعطى المحلي خطوة خطوة، وظلت العين الدولية تماطل في الذهاب إلى الحل، إلى التسوية، التسوية الحقيقية، التسوية التي يتم فيها ضغط ودعم لكي يذهب إلى مسار يعني تتثبت فيه أركان الدولة الليبية اللي يمكن أن نذهب إليها. هناك بعض حل يأتي في الانتخابات بعد التسوية والمفاوضات، يؤتى بستيفاني الآن التحضير لهذه الطبخة كيف ستذهب دوليا. هناك إجراء سيتم ممكن يفعله مجلس النواب، يسائل عماد السايح أو لا يتعرض طيب طيب، هناك مشكلة في الاتصال، سنعود إليك أستاذة فاطمة، ونرحب الآن بضيفي العزيزين. بعض التعديلات نعم نعم، هناك مشكلة أستاذة فاطمة، الصوت واضح الآن، ولكن دعيني أنتقل إلى الضيوف ونرحب بهم من جديد. أستاذة بريكة بالتمر، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا، وأيضا نرحب بالأستاذ علي جابر انضم إلينا من بنغازي. أستاذة بريكة مساء الخير، هل المناخ الليبي اليوم يحتاج إلى عودة ستيفاني ويليامز، أو كما يسميها البعض بقوة ستيفاني ويليامز؟ نعم مساء الخير، هل المناخ الليبي اليوم يحتاج إلى عودة ستيفاني ويليامز للذهاب إلى انتخابات أكثر نزاهة؟ ويبدو أنك لا تستمعين إليه، هناك مشكلة في الصوت. أعتقد أني أنا يعني سمعت أنك أنت تتحدث على أن عودة المناخ الليبي، هل هو نعم الآن يعني يحتاج إلى عودة ستيفاني ويليامز في هذا التوقيت ونحن على بعد أسبوعين من الانتخابات؟ هو في حقيقة الأمر يعني بعد مساء الخير، المناخ الليبي أعتقد أنه يعني في توتر مستمر، كلما ذهبنا باتجاه العد التنازلي ل 24 ديسمبر. وفي حقيقة الأمر ذلك كان يعني نتيجة العشر سنوات أو تراكمات الانقسامات السياسية والصراعات التي جاءت يعني جميعها لنا بنتيجة هذه الحوصلة التي نتجت عن ما خرج لنا به أعضاء لجنة 75 واتفاق جنيف. وفي مجمل يعني الأحوال، أنا أعتقد أن الانتخابات يعني في مرحلة هذه الأسبوعين يعني مرحلة ضبابية ويكتنفها الغموض حقيقة، وأتمنى يعني أن تلبى يعني مطالب الشارع الليبي. يعني عندما نتحدث عن إرادة 2,800,000 من الليبيين الذين اختاروا أن نلجأ إلى الانتخابات، أما ما يحدث من يعني غموض يكتنف خصوصا يعني القائمة التي تم الإفصاح عنها من مفوضية الانتخابات أو الطعون وما نتج عنها، فأنا أعتقد أنه في مجمله الأحداث لا تسير يعني على ما يرام، والمشهد يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من أنه يكون يعني تغليب للمصلحة العامة أو تطبيق للقانون. أستاذ علي بن جابر مرحبا بك، كيف يمكن أن نزيل هذه الضبابية قبل الذهاب إلى الانتخابات والوصول إلى 24 من ديسمبر؟ اهلا وسهلا بكم وشكرا لك ولضيوفك الكرام. اعتقد ان عوده ستيفاني في هذا الوقت بالذات لها علاقه بهذا السؤال، كيف حل الضغط. نحن نعلم ان ستيفاني هي من حددت موعد 24 ديسمبر حينما كانت مسؤوله البعثه في ليبيا، وهي اختارت هذا الموعد
وفرضته على ملتقى الحوار في تونس، ومن ثم حال الطريق اتسبت بهذا الموعد وبدأت الخطوات الإجرائية. اليوم حقيقة واليوم الصبح انتهت الخطوات الإجرائية الأولى، يعني من تقديم المرشحين والطعن فيهم ومن الاستئناف على الطعن والمراحل القضائية انتهت بحكم أمس محكمة طرابلس. الآن ليس أمام المفوضية وفقا لخارطة الطريق إلا أن تعلن الأسماء النهائية والقائمة النهائية حيث تبدأ الدعاية الانتخابية استعدادا ل 24 ديسمبر. هناك أصوات كثيرة خاصة في المنطقة الغربية بدأت تنادي بإيقاف الانتخابات، وبدأت تنادي بتأجيلها، وبدأت تنادي برفض عناصر معينة من الدخول عكس لخارطة الطريق. وهذا الأمر حقيقة قد يكون هو مستدعى أن تعود ستيفاني إلى البعثة حتى بصفة مستشار وليست رئيس البعثة، لأنها تعرف هذه الأطراف جيدا، الأطراف الرافضة للانتخابات تعرفها وتعاملت معها خلال الفترة القادمة، وبالتالي قد تكون لديها القدرة على تقديم وجهات النظر أو على العودة لقيادة خارطة الطريق إلى موعد الانتخابات. اليوم جلسة مجلس النواب مثلا التي أيضا جاءت بناء على دعوة عدد من النواب لما يروح ما حدث من خروقات خارطة الانتخابات، وبالتالي مجلس النواب دعا لجلسة اليوم. الجلسة اليوم عقدت بشكل مغلق، لكنها لم تتمكن أو لم يتمكن جزء كبير من النواب من الحضور من طرابلس بسبب عدم القدرة على الهبوط في مطار طرابلس اليوم بسبب الأحوال الجوية، وبالتالي ليس متوقعا أن جلسة اليوم ستلتقى فيها أي قرار. قد تستكمل غدا وقد تؤجل إلى يوم الاثنين القادم. وبالتالي أعتقد أن مفوضية العليا للانتخابات إذا أرادت أن تنتظر قرار مجلس النواب من هذه الجلسة، هذا يعني أنه سيكون هناك تأخير في إعلان الأسماء النهائية والقائمة النهائية، وهذا يعني أيضا تأخير في موعد الانتخابات، لأن إذا لم تعلن المفوضية عن القائمة النهائية اليوم الغد، فأعتقد أنه لن يكون الوقت كافي لاستكمال الانتخابات في 24 ديسمبر، وقد تلجأ المفوضية إلى تأجيل كما تحدث سابقا لمده اسبوع او لمده 5 ايام. لكن اعتقد ان الضربيه الموجوده في المشهد الليبي اليوم هي ضربيه يعني مقصوده، يعني الليبيون كلهم الامور عندهم واضحه جدا، يعرفون الاطراف الموجوده، يعرفون اهم نقاط الاستقطاب للانتخابات القادمه، يعرفون ايضا حتى اسباب رفض الانتخابات من بعض الاطراف، ربما نقول مرشح معين، هذه كل النقاط اصبحت الان معروفه جدا. أعتقد أن الليبيين، وكما تحدث الزميل أمريكا منذ قليل، يعني 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم، وهذا أمر هو سهل، يعني 2.5 مليون ليبي، حوالي نصف الليبيين الذين يحق لهم التصويت، يعني الليبيين 7 مليون، إذا استطعنا منهم تحت 18 فلا أعتقد أنهم سيتجاوزوا 5 مليون أو 5.5 مليون. نصف الليبيين الآن استلموا بطاقاتهم وجاهز للمشاركة في الانتخابات، وهذا يعني أن حلم الانتخابات في ليبيا الآن لا يجوز بأي حال من الأحوال قمعه، ولا يجوز أيضا إحباط الناس الذين يعني سارعوا للقيام بطاقاتهم وسارعوا للإجراءات، لأن هناك طرف لا يريد لطرف معين أن يدخل هذه المعركة الانتخابية، أو أن طرف يريد أن يحجب على الليبيين حقهم في التصويت لمن يراده. يعني في الأخير أعتقد أن الاحتكام الليبيين هو حق الليبيين، عليهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لقيادتهم. لا أعتقد أن من حق أي شخص أن يحجر على الليبيين أو يعتبر الليبيين قاصرين غير قادرين على الاختيار من بين المرشحين المحتملين. هذا واضح. أستاذة فاطمة، بالعودة إلى جلسة مجلس النواب اليوم، من المفترض أنها عقدت بأكثر من 20 نائب حضروها، وهي كانت مغلقة بين الأعضاء، ماذا يمكن أن تقدم للانتخابات في هذه الفترة الوجيزة؟ وكما قال ممكن أن تؤجل الأستاذ علي إلى الاثنين المقبل، يصادف التاريخ 13 ديسمبر، وبالتالي قبل 11 يوما من الموعد المحدد للانتخابات. ما الذي يمكن أن يقدمه النواب؟ هي أنا أتصور التجاذبات التي حصلت لوجهت لرئيس المفوضية والمفوضية عموما هي التي خلقت مسألة أن يذهب مجلس النواب إلى اجتماع وجعله مغلقا. هو أكثر يعني بما يمكن أن يفاجئونا بمادة جديدة، بتعديل، إدخال بالنسبة للمرشحين الصف الأول اللي تمت تجاههم طعون واستئناف
أنا أتصور المسألة لعقد جلسة مجلس النواب هي الحروب التي شنت على المفوضية العليا للانتخابات. أنا أتصور لو أتيح له في جلسة أن يدافع وأن يقدم لنا غير ما يقدمه الموقع، أن نستمع إلى رئيس المفوضية، ما الذي يحدث، ما الذي يحصل في المفوضية، هؤلاء الذين يعني يرمون بالحصى في طريقها، لأن المفوضية إلى الآن لا يمكن وضع أي اتهامات دون أدلة لمجرد اللي هو خطاب إعلامي أو تسلط شخصيات من تيار معين ضدها، دون أن نرى يعني ما يمكن أن يقال ضدها أو فيها. رفعت قضايا ولكنها ردت عليها وانتهت هذه القضايا. الآن الأمر يبدو وكأن هناك نقطة إما مستجدة إما تستحدث إما ذهاب إلى، أنا شخصيا لا أتصور أنه تأجيل، ربما بالنسبة للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ربما تتم في 24، الجولة الثانية النهائية ممكن هذه يذهب فيها إلى تقنين بعينه أو إلى قاعدة انتخابية معينة، مثلا الإلحاح متاع المجلس الرئاسي بالتعهدات، هذه مثلا نقطة خفت التحدث عنها، مفترض يتم التحدث فيها. هؤلاء الشخصيات الجدلية المتقدمة للترشح يجب أن يتعهدوا بقبول ما ينتج عنا صندوق الاقتراع. يتعهدوا لمن يا أستاذة فاطمة؟ هذا ما يمكن أن يأتي به مجلس النواب. يتعهدوا لمن اليوم المرشحين؟ هذه نقطة مهمة، الضمانات التعهدات لمن يقدموها؟ أنا أتصور هو طبعا لم يلتزموا المجموعة التي ترشحت الآن وموجودة في قائمة الانتخابات الرئاسية، فيهم من تعهد ومن وقع على أنه لن يتقدم لانتخابات مقبلة. الآن صيغة هذا التعهد أو بنود هذا التعهد أو اشتراطات هذا التعهد مفترض إما المجلس الرئاسي يمده لمجلس النواب كمقترح هو خرج به، لأن احنا دوليا نملك فكرة الجزاءات ونملك فكرة العقوبات الموجهة لمن يستخدمون الانتهاك ويمارسون العنف، لكن نحتاج إلى نقطة داعمة محليا داخليا. يجب أن يجلس هؤلاء الذين تتبعهم جماعات مسلحة، الذين تضغط عليهم دول هي أيضا دخلت في حروب الوكالة. أنا أتصور المسألة هذه مهمة جدا، إلى أي حد نذهب إلى صيغة توافقية، صيغة فيها نوع من الاتفاق بقبول نتيجة صندوق الاقتراع. كيفما ذهب، هذه أول انتخابات رئاسية كما دخلنا لأول انتخابات برلمانية، كان فيها هذا الرقم وكان فيها تدافع ليبي باعتبارها الأولى في 2012. الآن نحن في هذا الخضم العسير والصعب، ليس سهلا أنك أنت في تاريخ دولة بالكامل والآن في محك بعض مضي صراعات ووقفت الحرب لسنة ونحن على يعني شفا حفرة من في لو حصلت عدم قبول لنتائج الانتخابات، لو ذهبنا إلى اشتعال فتيل حرب، هذا كله يعني هو راهن وهو وارد، حتى وإن كانت الإرادة الدولية تشير إلى أنها تضغط وتدعم أن يذهب الليبيون للانتخابات كون في معطى داخلي من داخل ليبيا، هناك انحياز يقارب الأغلبية بالذهاب للانتخابات وقلب صفحة مؤسسات تشريعية يعني وتنفيذية أيضا ارتكبت من المعايب ما هو ما أدى إلى هذه الربكة وإلى هذا الفساد وإلى هذا الخلل الذي عانيناه طوال العشرة سنوات. على ذلك نحن يجب أن نذهب إلى صيغة توافقية، صيغة ربما تخريجية تكون بين المجلس النواب وأيضا المجلس الرئاسي باعتباره أول من قدم هذه الفتوى لو صحت التسمية، وذهاب بها إلى مفوضية العليا للانتخابات. نحن لدينا معضلة صعبة ما بعد نتيجة صندوق الاقتراع، إلى أين ستذهب بنا؟ سنسأل هذا السؤال لضيوفنا. نعم سنسأل السؤال هذا لضيوفنا لربما نتحصل على إجابة منهم. أستاذة بريكا بالتمر، إلى أي حد نحن نستطيع أن نحصل على صيغة توافقية من جميع الأطراف اليوم المشاركة في الانتخابات تقبل بما يفرزه الصندوق من نتائج؟ في حقيقة الأمر السؤال يعني جدير بالإجابة عليه، وهل ستفرز يعني الصناديق نتائج ترضي كل الأطراف؟ يعني الأطراف هنا نعني المتصارعة أو الأشخاص المتقدمين أو المترشحين للرئاسة. أنا أعتقد أنه يجب أن ترضي النتائج الشعب الليبي،
ومتى رضى الشعب الليبي باختياراته التي ذهب إليها اختيارات حرة ونزيهة؟ هنا ستكون النتيجة مرضية، يعني عندما نذهب إلى انتخابات خالية من التزوير، يعني يحيط بها مبدأ الشفافية، لا يكتنفها الغموض الذي أشرنا إليه في بداية حديثنا من نعم. هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذة بريكة بالتمر، إذا عادت لنا سنستمع إلى فكرتها فيما يتعلق بحدود الذهاب إلى صيغة توافقية. أنتقل إليك في ذات النقطة أستاذ علي بن جابر من بنغازي. نستطيع نعم، عادت إلينا من جديد بريكة بالتمر، إذا كنت تسمعيننا أستاذ بريكة. نعم نعم، تفضلي. نعم، أكمل الفكرة. أنا في ظني أن الحوار لم يكن، يعني الذي سبق تحديد تاريخ 24 ديسمبر، لم يكن حوارا حقيقيا مع الأطراف الفاعلة على الأرض، إذ أنه لا زال هنالك مشاحنات وعدم رضا وعدم قبول، كل طرف لا يقبل بالطرف الآخر. هذه حقيقة علينا أن نستعد لها إذا ما كان يعني رجحت كفة جهة على حساب جهة أخرى. يعني أنا لا أتصور أن هنالك سيكون هنالك قبول، ولكن قد يتدارك هذا الأمر فيما نصت عليه نصوص قانون رقم 1 لسنة 21، والتي تحدثت في تحديد صلاحيات رئيس الدولة، وأيضا ألزمته بأن يختار نائب له ورئيس للحكومة على أن يكون كل منهم من إقليم مخالف للإقليم الذي يحظى به رئيس الدولة بعد فوزه. يعني على سبيل المثال، لو كان رئيس الدولة من برقة، فعليه أن يختار نائب له ورئيس للحكومة من طرابلس ومن فزان. هذا ما نصت عليه نصوص قانون رقم 1 لسنة 21. وقد يكون يعني هنالك نوع من التوافق أو الانسجام بين رئيس الدولة القادم ومن سيختارهم من الأطراف الأخرى التي تقدمت للترشح للرئاسة، ولكنهم لم يحظوا بالفوز. نتمنى أن يكون هنالك اتفاق ما بين الأطراف السياسية التي دفعت بمرشحيها والذين أفصحت عليهم القائمة، أو الذين رأينا أسماءهم بأنهم تقدموا كمترشحين للرئاسة. في مجمل الأمر، أنا أتمنى أن تمر انتخابات 24 ديسمبر بسلام، وأن ينصاع الجميع لهذه الإرادة، إرادة الشعب الليبي، على أن تكون الانتخابات نزيهة ولا يتطرق إليها التزوير أو يعني الشبهات التي قد تجعل منا نحن كمواطنين لا نرضى بنتائجها، خصوصا أن هنالك بعض الأعمال، أعمال عنف صاحبت يعني اليوم الأخير أو ما بعد من انتهاء السحب أو استلام بطاقات الناخبين، وهنالك بعض الاعتداءات التي حدثت على بعض مراكز الاقتراع في طرابلس، وهذه يعني مؤشرات تحدث، ولكن نتمنى أن تتوقف عند هذا الحد وأن لا يكون هنالك شبهة للتزوير. ونتمنى أيضا من مفوضية الانتخابات أن تتخذ الإجراءات بحجب النتائج على هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها القوانين واللوائح المنظمة لعمل المفوضية. نعم، أستاذ علي بن جابر، ما رأيك فيما قالته الأستاذ بريكة بالتمر فيما يتعلق بالقانون رقم 1 لسنة 2021 وتوزيع المناصب والمسؤوليات؟ وبالتأكيد يعني أؤكد كل ما قالته بريكة. طبعا القانون رقم 1 رعى المرحلة اللي ما بعد الانتخابات، وليس اشترط على أي رئيس يفوز أن يختار نائبا له رئيس الوزراء من الاثنين الآخرين، بحيث تضمن أو يضمن الرئيس الجديد أن يكون لديه طرفين مشاركين معهم في الحكم من الأقاليم الأخرى، وبالتالي تشرك جميع أقاليم ليبيا في تسيير الإدارة التنفيذية أو السلطة التنفيذية في البلاد. طبعا مبدئيا نقول أن الدخول في الانتخابات هو يعني القبول بنتائجها، يعني هذا العطف العام، طالما انت ارتضيت ان تدخل الى اللعبه السياسيه او الى الانتخابات فانت
بالمطلع سواء تعهد أو لم تتعهد أنت قابل لنتائجها. لكن طبعا الذي سيرفض النتائج لن يرفض النتائج هكذا، سيسرد على خلقات حصلت هنا أو هناك، سيسرد على ما يدلل على عدم النزاهة في منطقة معينة لكي يرفض. يعني أنت حتى لو تعهدوا بقبول الانتخابات هذا لا يعني إلا أن بعد النتائج لن تكون هناك مشاكل. ولذلك أعتقد أن الحديث عنها اليوم هو نوع من يعني زيادة في الكلام أو نوع من الطرف، يعني أمر يتعامل معه العالم في حينها، بالذات القوى الخارجية، الدول الخارجية والأمم المتحدة تتعامل في حينها مع أي رفض قبول بنتائج الانتخابات، لأن هناك مراقبين دوليين سيكونوا موجودين، هناك جهات دولية ستستطيع أن تتحدث عن الانتخابات وعن مدى نزاهتها والله عن مدى شفافيتها. وبالتالي لا أعتقد أن في طرف ليبي سيستطيع لوحده أن يقنع العالم بعدم أو بعدم نزاهة الانتخابات. أعتقد أن اليوم نحن نقول أستاذ علي بن جابر، نحن كليبيين هل يمكن أن نثق في المجتمع الدولي بأننا نحن نتحصل على ضمانات منه بقبول الأطراف الداخلية اليوم التي تملك السلاح والعتاد بنتائج الصندوق؟ ما هو على الأرض ليس كما يشاع وليس كما يسمع، أن المجتمع الدولي قادر على فرض سلطته. المجتمع الدولي قادر، لكن أيضا حتى ما نحن في الداخل هو نتاج واقعية لانقسام دولي. يعني حتى القوة الموجودة على الساحة في ليبيا هي في الغالب تتحصل على دعم من جهات خارجية، وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي قادم. حالة أخرى حقيقة، يعني الليبيين مدى قبولهم لنتائج الانتخابات أيضا تتأثر بنتائج. يعني نحن مثلنا الآن الواضح جدا، يعني من خلال المترشحين، أن هناك ثلاث استقطابات رئيسية، ثلاث شخصيات هي التي تستحوذ بشكل كبير على كل استطلاعات الرأي في ليبيا. هالثلاثة هذول شوف في نهاية الدولة الأولى سيخرج منهم اثنين لتأخر الصراع في المرحلة الثانية، وقليل الخاسر منهم الثلاثة هو الذي يحدد الفائز في الدورة الثانية، لأنه هو وأنصار حيتحالف مع أحد المنطلقين للدورة الثانية. وبالتالي حتى اللي خاسر الدورة الأولى من الثلاثة الشخصيات الرئيسية سيكون له دور كبير في تحديد الفائز في المرحلة الثانية. وبالتالي أعتقد بعد انتهاء المرحلة الأولى سنشاهد نوع من التحالفات الجديدة التي قد كلها تكون واضحة اليوم على الساحة ما بين الأطراف الرئيسية في ليبيا. هذه التحالفات قد يكون لها تأثير أيضا على تغيير المبدأ العام ومبدأ قبول نتائج الانتخابات. يعني أعتقد لا ينبغي أن نستعجل اليوم كيف نصل إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الانتخابات الرئيسية، كيف نصل إلى تنفيذ 24 ديسمبر في موعدها، وأن يختار الليبيون من بين هال 98 مرشح أو 97 مرشح هيختاروا من بينهم على الأقل اثنين أصحاب الترتيب الأول والثاني هينتقلوا إلى الدورة الثانية. أستاذة فاطمة، هل سنرى تحالفات جديدة اليوم على الساحة السياسية في المرحلة الثانية من الانتخابات لم نعتد على رؤيتها؟ أنا أتصور الانتخابات الليبية حمالة بالمفاجآت، ليس على صعيد الداخلي فقط، لا، حتى على صعيد الإرادة الدولية. خيضة قبل في مثلا المسألة متاع الصخيرات، أيضا في لجنة 75 وصلوا الناس بالأمر أن هناك شخصين شكلوا تحالف وهم الذين سيحصلون على سبق الفوز، السيد بشاغة والسيد عقيلة صالح، وعملت تحالفات أخرى لم تكن متوقعة ولم تفز. لكن الانتخابات الرئاسية الأولى الليبية في تاريخنا أنا أتصور ستكون حمالة بالمفاجآت. كيف سيحدث ذلك؟ هذا منوط، ليس نظرية مؤامرة ولا، لكن ليبيا كتركيبة بنيوية هي دائما مسألة دولية، هي من نشأتها في التركيبة البنيوية متاعها هي دولة الأمم المتحدة. الآن مثلا غوتيريش يعمل تخريجة من أجل أن يحضر السيدة ستيفاني، ستيفاني ليست مبعوثة، لكن هناك تقنين في الأمم المتحدة يسمح له بوضع مستشار، مفاعيل هذا المستشار فيها رؤية متسعة بإمكانه أن تكون له أدوار مثلا بعينها هي تلعب في الداخل وتلعب في الشأن الإقليمي وأيضا في الترتيبات الدولية. النظرة ليست للتحالفات الداخلية فقط، لا، الأمر مشتبك،
الموضوع الليبية دولياً تشتبك. الآن حتى في الموانع اللي لم تسمح بوجود بديل للمبعوث الأمم السابق الذي سيسلم قريباً، هي أيضاً على صعيد هذه التسويات الدولية، على صعيد قبول روسيا، على صعيد الاتحاد الأوروبي ما موقفه، هل هو موحد مواقفه أو أن أمريكا أقصد باعتبارها هي الأقوى، هي التي تقود ما يمكن أن يصرح به الاتحاد الأوروبي. ليبيا في هذا الخضم، ولكن أمريكا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن أستاذة فاطمة دائما يقول نحن نعول على الليبيين، الليبيين هم من يملكون الحل، يعني هم دائما يرمون الكرة لدينا نحن، ونحن نقول المجتمع الدولي هو الذي يملك العصا ويملك السنارة ويملك الجزرة. هناك مشكلة. هي لا لا هي ليست مشكلة، هناك مسألة تتم في الداخل الليبي كما نراها الآن. كم رقم تقدم الانتخابات الرئاسية، نسمع أن هناك مرشح هو الذي الأغلبية لمجرد مظاهرات في أحياء صغيرة، والكل يصعد ويرفع أن هذا أنا مثلا أنا أنظر للمسألة هذه هي بروباغاندا وشغل إعلامي لإدارة هذا المرشح أكثر منها مسائل حقيقية على الأرض. وعندي أن ليبيا بعد 2011 ليست ليبيا ما قبلها، أن يخرج مثلا مرشح يهدد ويتوعد ولو كره الكافرون، أن يخرج مرشح آخر يمن على الناس بالأموال. أنا أتصور ليبيا لا تخرج عن دائرة الخارطة الدولية فيما يتعلق بانتخابات الرئاسية. أنا يعني أحمل هذه الظنون اتكاء على التاريخ. التركيبة البنيوية لليبيا لا تعمل على صعيد أن الحل الليبي ليبي والحل داخلي ومحلي، والحل لا، ليس مرهونا بهذه النقطة فقط. المسألة دولية ومتسعة، مثل حكاية المبعوث الآن يؤتى بمستشارة ومش قادرين يجيبوا مبعوث مدام هذا المبعوث سلم واستقال. المسألة ننظر لها هكذا، حتى في ظني أن الانتخابات الرئاسية طبختها ستذهب بهذا الاتجاه، كما تفاجأنا بالسراج وبالسيدة دبيبة، هي فيها هذه النقطة يا أستاذة فيها موازين دولية ما يعني هذه سنة المسألة. نحن نتخوف من التاريخ، أنت متكئة كما قلت على التاريخ، والذي لا يقرأ التاريخ لا يعرف المستقبل. كلنا نخاف لأن العشر سنوات الماضية كانت حبلة بالمفاجآت، كل عام كل سنة جديدة يحمل مفاجأة جديدة للليبيين. المجتمع الدولي لم يقف كثيرا مع الليبيين. الليبيين في تاريخ البشرية ليسوا الأولون الذين خاضوا متغير عسير، نعم، متغير عنف، أو خاضوا أسقطوا دكتاتورية أمضت ثلاث عقود نتاجها ما يحصل الآن، غياب الدولة. وهذا ما يشبه اليوم الحالة الليبية بالحالات العربية الأخرى أقربها إلى العراق أكثر من ما حتى ما قبل هذا القرن. يعني تمضي، صحيح هناك من يعني يملك إرادة المبادرة ويملك مفاعيل على الأرض، حالة نخبوية، أصوات مسموعة مثلا تذهب في عدم بطء حال التغيير، مثلا كما نشهد في ليبيا. ليبيا تبتدئ الشغل المدني مثلا، ما زالت في معايب. ليبيا حتى في الانتخابات ومنح الصوت ما زالت في معايب، أصوات تشترى وأصوات تعلن هكذا أنها ستذهب. طيب أستاذة متفائلة، أنت متفائلة اليوم رغم هذا البطء؟ لا لا، نحن نسير باتجاه صحيح؟ جغرافيا وبنية ليبيا، لا لا أنا لا أحمل تفاؤل، قلت لك هي سنوات عسيرة، نعم، وسنوات مررنا بها كنا يعني عانينا فيها حتى، وأنا ممن خرجوا في فبراير. لكن المعطى الليبي، ليبيا كدولة يجب أن ننظر إليها بنيويا في تاريخها، نعم، في المعطى الدولي. ألف باء ديمقراطية بمعنى أدق، نعم، نحن في ألف باء ديمقراطية، خاصة وأن هذه أول انتخابات رئاسية. أستاذة فاطمة دعني أتوجه من جديد إلى الأستاذة بريكا بالتمر، سأعود إليك لنكمل النقاش الجميل، الجميع يكمل بعض في هذه الحلقة. أستاذة بريكا، تكافؤ الفرص اليوم مع انتظار انطلاق الدعاية الانتخابية بين المرشحين، هي متكافئة اليوم؟ لدينا رئيس حكومة، لدينا رئيس برلمان سابق، لدينا وزير داخلية سابق، لدينا مختلف المرشحين اليوم، تكافؤ الفرص موجود؟ هو في حقيقة الأمر أنا أرى أن يعني هنالك تنوع حقيقي في المترشحين لمنصب رئيس الدولة، ولكن إرادة الشعب هي من ستتجه إلى من ستختاره. يعني إذا تحدثنا على
دعاية انتخابية للمترشحين يعني للرئاسة، فأنا أتمنى أن نشاهد يعني دعايات انتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية لليبيا ككل، يعني مترشحين رئاسيين يعني في كل أقاليم. نستطيع أن نرى مع انطلاق الدعاية الانتخابية يعني صور لعبد الحميد الدبيبة في المنطقة الشرقية، صور لحفتر في المنطقة الوسطى والغربية، صور لسيف الإسلام في الغربية والجنوبية والشرقية، نستطيع أن نرى ذلك في مع انطلاق الدعاية الانتخابية إذا نحن مؤمنون بالديمقراطية والصندوق؟ هذا سيكون مؤشر، هذا سيكون مؤشر على أن الانتخابات يعني فرضت فيها الإرادة الليبية، يعني ينبغي أن تكون يعني انتخابات الرئاسية ليبيا كلها دائرة انتخابية واحدة، وعلى المواطنين الليبيين أنهم هم يعني تكون أمامهم فرصة دعاية رؤية دعاية المترشحين في كل المناطق الليبية، يعني ينبغي أن يكون الأمر بهذا الشكل. لو لم يحدث ذلك إذن هنالك اعتداءات والقانون عاقب المترشحين على دعاية مترشح آخر، يعني هذه جزئية تناولها القانون، وبالتالي تصل العقوبة فيها إلى دفع غرامة وتنفيذ عقوبة يعني تقييد للحرية. وبالتالي أنا أتمنى أن تكون يعني الديمقراطية والروح الرياضية موجودة لدى الجميع، يعني لا بأس في أن نحن نرى صور لمترشحين من المنطقة يعني الوسطى في جنوب البلاد، وكذلك صور لمترشحين من برقة في غرب البلاد، فيعني هذه تعتبر ظاهرة صحية وينبغي أن تكون هكذا يعني. نعم، أستاذ علي بن جابر، ما رأيك؟ هل الفرص اليوم متكافئة لدى الجميع؟ هو طبعا لا يمكن تكون متكافئة لدى الجميع، لكن التقنية قد تكون أتاحت للجميع هذه الفرصة. يعني اليوم حتى إذا لم تستطع أن ترفع صورك في أي منطقة أخرى، لكنك تستطيع أن تخاطب الليبيين جميعا من خلال أي قناة تلفزيونية، ولا يستطيع على الأقل أي حامل للسلاح أن يمنع أي قناة من الوصول إلى جهاز استقبال مرئي في أي بيت لي. الحمد لله أن التقنية على الأقل ليست تحت سلطة هذه الأطراف، بحيث ممكن تمنع الليبيين من التواصل أو تمنع الليبيين من الاستماع للآخرين. أعتقد أن الليبيين اليوم الأطراف الرئيسية المطروحة هي معروفة للليبيين، يعني حتى بدون دعاية انتخابية الليبيون يعرفون هذه الأطراف جيدا، يعرفون المترشحين جيدا، والآن يعني حتى ونحن نتحدث الآن أغلب الليبيين أمرهم محسوم لمن سيصوتون في الانتخابات الرئاسية، يعني كل شخص عنده قناعاته وعنده آراء التي لن تتأثر مثلا حتى بالأحداث خلال اليومين القادمين. وأعتقد لذلك أعتقد أن هذا الموضوع يمكن يعني تجاوزه بسهولة جدا، يعني كل واحد من المرشحين يستطيع بكرة إذا استطلب الدعاية أن يسجل برنامج الانتخابي وأن يسجل ما يريد أن يقدمه للناس من تعهدات، وأن يسمحها لكل الليبيين من خلال الشاشات المرئية ومن خلال الشاشات المسموعة ومن خلال كل الوسائل المتاحة أمامه. أعتقد أن هذه الأمور التقنية كفلت للجميع على الحق بالتساوي. تظل القصة الأساسية نحن هي في استخدام هذه المؤسسات، ذات المؤسسات العامة المملوكة للمجتمع والمملوكة للدولة، هل سيكون لجميع الأطراف الحق في استخدامها بنفس الطريقة؟ هل حتكون في إشكاليات؟ هناك أطراف لن تستطيع الاستفادة مما وفره المجتمع من وسائل إعلامية، هناك أطراف ستستطيع أن تسيطر أو تستحوذ على أطول ساعات بث، خاصة في المؤسسات العامة المملوكة للدولة والملزمة بحكم القانون أن تمنح يعني فرص متساوية لجميع المرشحين. أعتقد أن التكافؤ في فرص الدعاية لن تكون بالتأكيد واحدة، لكنها لن تكون أيضا عائقا أمام المرشحين للوصول إلى ناحية. أستاذة فاطمة، هل يتجه المواطن اليوم إلى التصويت للشخص أم المشروع في ليبيا؟ خلي أكون صادقة، هو المشاريع مغيبة، مثلا أنت لا تستمع إلى أجندة يطرحها باستثناء قلة قليلة، صعب إنكار ذلك، لكن هذا التوجه مثلا لم يذهب إليه. نحن نسمع خطاب عام على منصة تقديم الملف في المفوضية، لكن على صعيد المشروع، على صعيد
أن يتحدث المرشح خطابا سياسيا، خطابا لرئيس دولة مقبل. ما زلنا قد تعللها أننا في جدة في التجربة، قد يعللها أن نمط الناس الذين يذهبون إلى الصوت هم صوتيين أكثر منهم سماع إلى خارطة إلى خطة، كأننا حتى ننجز أعمالنا اليومية بعيدا أن يكون لدينا ألف ب يعني جيم. أنا يعني لما أصحى من نومي شن ممكن لنا نديره؟ هذه مسألة حتى تبدو عيب رئيسي في أكثر الأعمال اللي احنا نشرحها. على ذلك هؤلاء المرشحين إذا كان هم ذاهبين إلى، خلي يعطونا دروس، خلي نسمع ما يمكن أن يفعل، ما يجب أن يفعل، أن أسمع إلى خارطة، أن أستمع إلى ما هي العلة الأولى أو المعالجة الأولى الذي يريد أن يذهب إليها، الأمنية الاقتصادية. ياريت والله، أنا أتمنى مفترض هذا الوقت الذي يمر تبدأ فيه، ليست كل الدول تضع على فكرة صور في أماكن ترشح، هناك دول تلغي هذه الظاهرة، لكن نسمع مساعي، نسمع نداءات، نسمع مشروع معين يريد أن يذهب لي ويلح عليه، نسمع خارطة مسبقة وهو مالك تاريخ السياسي أنه قام بمبادرة بعمل معين، بتطوع في عمل معين، أنه مالك لتاريخ عمل، تاريخ فعل، حتى وهذه الفترة 10 سنوات هي تعتبر فترة قليلة لكي يصنع فيها يعني أي سياسي تاريخ له. لكن يجب أن نسمع هذه المبادرات، يجب أن نسمع الدفعات الذي يجعل كم يعني رقم 90 رقم ليس قليل، ليس أن تعد ملف وموقعين 5000 وتذهب لكي تسلمه. نريد أن ننجز هذه المسألة، مثلا أن نراها متواجدة في مرشحين لرئاسة بلد. هذا التدافع في وضعية ليبية من جهة هي عسيرة وهي صعبة وهي غير مستقرة وهي، لكن الرقم الذي ذهب يشير لك أن هؤلاء حمالين بهذه المشاريع اللي تحلحل الحال وتنقلنا من ما كنا فيه إلى مرحلة جديدة. لا يمكن أن نقول أن هناك تقديم لخارطة عمل، لأجندة عمل، يعني إلا فيما ندر سنعترف لهم بأنهم ظلوا طوال بعض هذه السنوات هم حمالين مشروع، مثلا مشروع حيا ليبيا، سنعترف ببعض الجهد في هذه الأشياء، لكن على صعيد يمكن أن نصدر به حكم أنهم حمالين مشاريع، لا أكثر من الأقوال العامة العادية اللي فيها نوع من الخداع أو نوع من يعني شراء العواطف. أنا لا أرى أنهم يعني ينظرون إلى هذه المسألة بأنها أهم المسائل. ما الذي ستفعله بليبيا عندما تكون رئيسا لها؟ نحن لا نسمع مشاريع ولا نرى حتى تاريخا سياسيا حمال بمفاعيل حتى ولو فشلت، علينا أن نسمع بها، هي قليلة وما يندر، والأكثر عندما جلسوا وتقدموا بملفاتهم للمفوضية. يعني هذه مسألة تبدو شبه غائبة. أستاذة بريكا بالتمر، لماذا يعتقد المراقبون أن المواطنين الليبيين سيتجهون إلى الأشخاص لا برامجهم الانتخابية؟ هل لأنه التجربة في اختيار رئيس لليبيا هي جديدة عليهم؟ أستاذة بريكا، نعم، تفضلي. هل نعم، نعم. السؤال لحضرتك، قلت لك لماذا يعتقد المراقبون أن الليبيون سيتوجهون إلى اختيار الأشخاص لا لبرامجهم؟ هل لأن التجربة انتخاب الرئيس في ليبيا جديدة وحديثة وبالتالي هم يتوجهون إلى الأشخاص لا للبرامج؟ هذه تعتبر نقطة يعني، ولكن لا نستطيع أن نحن يعني نعممها على كل الليبيين. هنالك يعني فئة من الليبيين هم يتجهون لثقتهم في الأشخاص دون مشاريعهم، وفئة أخرى الآن تنتظر في أن تطرح مشاريع، يعني قد يكون طرح مشاريع لمترشحي الرئاسة تأثير كبير في شريحة أو في فئة معينة أعتبرها يعني قد تكون أغلبية صامتة. يعني هم ينتظرون التغيير، هم ينتظرون مشاريع فعلا تكون حقيقية. في ذلك كله يعني مربوط بأن يكون المشروع الذي سيطرح مشروع حقيقي ويلبي رغبات الليبيين في المرحلة القادمة.
نحن نعلم جيدا أن هنالك انقسام حقيقي وموجود حتى يومنا هذا فعلي في كل الأجسام وفي كل المؤسسات الموجودة. وما حدث يعني من إجراءات مؤخرة في حكومة الوحدة الوطنية ما هي إلا إجراءات شكلية يعني، أما أن هي يعني توحيد حقيقي فهذا لا يوجد، وسيقع عبء كبير على رئيس الدولة القادم في أنه فعلا سيواجه مشكلة أن هنالك انقسام في البلاد. كيف سيواجه ذلك؟ من خلال رئيس الحكومة الذي سيختاره والذي سيكون لديه يعني خيارات في أن تكون حكومته بعيدة عن الإملاءات أو الضغوطات التي قد تكون قد مورست في السابق، وهذه قد تكون نقطة إيجابية يركز عليها المترشحين القادمين بأنهم يضعوا مشروع حقيقي يلبي الطلبات التي يرى الليبيون فيها أنها ستخرج بهم من هذا النفق الذين هم موجودين فيه. يعني نحن إلى يومنا هذا نعاني من عدم فتح للمقاصة، لا يستطيع رئيس الحكومة أو رئيس الدولة القادم أنه هو يتخذ إجراءات تلزم الأجسام الموجودة الآن، وهل ستنتهي فعلا هذه الأجسام أم أننا سنكون أمام معوقات في عدم التسليم وفي عدم الانصياع، وهل ستكون الإرادة الدولية التي غابت بعد اتفاق جنيف عن المشهد وأيضا انسحبت، مش يعني ليس فقط غياب وإنما انسحاب، وتركت الليبيين في هذه الفترة أمام من هو الذي يستطيع أن يفرض نفسه في الساحة؟ هذه حقيقة لا نستطيع أن نحن ننكرها، وكأن المجتمع الدولي يريد أن يرى أي الكفة من الأطراف سترجح لها الأمور وسينصاعهم بطبيعة الحال كأمور إلى المصالح، يتبعون المصالح للكفة التي سترجح إليها إثباتها أنها هي موجودة فعلا على أرض الواقع والتي لها القوة في أنها هي تنتزع الأصوات من المواطنين عن طريق صندوق الاقتراع. يعني سواء كان هذا الموضوع بمشروع لرئيس الدولة أو أن المواطنين يقتنعون بكاريزما المترشح للرئاسة، يعني الموضوع لا يخلو من الطرفين. يعني وهذا يعيدنا إلى مسألة الضمانات الذي ممكن نقدمها للشعب الليبي. أستاذ علي بن جابر، بالعودة أيضا للمرشحين، هل المرشح الشعبوي اليوم في ليبيا أكثر حظ في هذه الانتخابات؟ هو بالتأكيد، يعني بالتأكيد نحن لا يمكن أن نغفل أن نحن من دون شعوب يسموهم العالم الثالث والشعوب العربية بالذات التي ترتبط بالأشخاص أكثر من ارتباطها بأي شيء آخر. يعني عقلية شيخ القبيلة لا زالت موجودة فينا، عقلية الأكبر، عقلية هذه موجودة في العقلية العربية بشكل عام، وبالتالي لها تأثيرها حتى على المثقفين. هذا الشيء. الشيء الثاني حقيقة في ليبيا كما تحدثت سابقا المسألة أصبحت يعني واضحة جدا، يعني الأشخاص معروفين لدى الليبيين بالذات المرشحين الأساسيين معروفين جدا لدى الليبيين. صحيح أن بين 97 مرشحين لا يعرفهم الليبيون نهائيا ويحتاجون إلى أن يتعرف إليهم الليبيون، لكن المرشحين الرئيسيين معروفين جدا. وأيضا لا يمكن حقيقة أيضا الأمور بردة أنهم جميعا ليس لديهم مشاريع. ما يقال حاليا الحقيقه ولا يعطيه حقه. انا اعتقد ان المرشحين الرئيسيين لديهم مشاريع ولديهم مشاريع جاهزه للطرح على الليبيين. المفوضيه هي التي اشترطت عليهم اثناء تقديم ملفات ان لا يتجاوزوا حد التعريف بانفسهم، يعني رفضت ان يقدموا مشاريعهم يوم تقديم الكذا باعتبارهم ليسوا مرشحين حتى الان الا بعد القائمه النهائيه. ينتظرون بدء مرحله الدعايه والاذن لها وخروج حيث يقدموا مشاريع للناس ويخاطبوا الناس بشكل مباشر. ايضا ما بين المرشحين من لديه مشاريع سابقه موجوده ويعرفها الليبيون، يعني وفي منهم من بدا حتى حملته الانتخابيه سواء عن طريق الحزب اللي داعم له او عن طريق الانصار، بدا حتى خطوات عمليه ولقاءات وكذا تجهيزا للمرحله الانتخابيه. اعتقد يعني الانتخابات في ليبيا تتأثر الآن بالظروف السياسية، بظروف الانقسام الموجودة، بظروف الماضي وليس بظروف المستقبل. يعني ندعو الليبيين أن يتجهوا إلى المستقبل
للأسف كل ما اتجهنا إلى الماضي كل ما كان في شد كان في خلافات وكان في إشكاليات تمنع تقدمنا. كل من يعترض اليوم هو يعترض بسبب الماضي بسبب التاريخ بسبب الأحداث السابقة وليس بسبب المستقبل. يوم لا يعترضون على مشروعك في المستقبل على ما تقدم للمستقبل، هم يعترضون على ماضيك على تاريخك على ما قدمت في السابق. وحقيقة اليوم نحن في مرحلة مفصلية في انتقال ليبيا من مرحلة لمرحلة. أنا شخصياً يعني حقيقة رأيكم ضد كثير من الكلام سواء يقول اليوم والله حتى في النظر الليبيون في ألف باب ديمقراطية أو لا يعرفون الديمقراطية. الليبيون شعب حقيقة مثقف وواعي مقارنة حتى بشعوب المنطقة القريبة منه، يعرف يعني بالضبط ما هي التفريقات. حتى إن الأحزاب في ليبيا الليبيون يعون ما هي الأحزاب الموجودة في ليبيا ويعون مدى قدرتها ومدى حتى جديتها ولا حقيقتها من عدمها. وبالتالي شفنا كيف تعاملوا مع الأحزاب اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وتطورت بشكل كبير جدا جدا، لن تجد لها أنصارا بالمنطقة التقليدية لأنها ليست أحزاب ذات أفكار معينة ولا ذات ثقافات معينة. هي 90% أيضا تنشئ أحزاب شخصية على أشخاص معينين، والشخص يريد أن ينشئ حزبا له بعدد من مريديه أو من أصدقاء أو من أقارب، وليست أحزاب نشأت عن تكوين ثقافي ولا عن أصحاب فكرة واحدة في محن ثقافة واحدة أو واحدة. لذلك ممكن كثير من الأحزاب ستتفق في خطاها لتقدم الذي يحتل بنفس الخطاب، لا فرق بين الحزب فيه وصادر. هذه أيضا معضلة للديمقراطية في الديمقراطية في العالم كله الآن، يعني ممكن حتى الحزبين الرئيسيين في أمريكا الديمقراطي والجمهوري قد كثير من الناس ممكن لا يستطيعون أن يفرقوا حتى بين ما يقدمه هذا الحزب على إلا في مواضيع معينة تخص مثلا الداخل أو سياسة التأمينية أو سياسة الضريبية أو ما إلى ذلك. أنا أعتذر على المقاطعة ولكن وقت البرنامج انتهى، كنت مستمتع جدا بتحاليلكم وآرائكم في هذه الحلقة التي أثريتموها. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي بن جابر صحفي، كنت معنا مباشرة من بنغازي، وشكر أيضا للأستاذة فاطمة غندور كاتبة وباحثة كانت معنا مباشرة من طرابلس، وشكر أيضا للأستاذة بريكا بالتمر محامية ومتابعة للشأن العام، كنت معنا مباشرة من بنغازي، وشكر لكم أنتم مشاهدين على المتابعة. دائما ابقوا معنا، وكل ما جاء في الحلقة من آراء تعبر عن ضيوفنا. السلام عليكم ورحمة الله.